مرحبا أصدقائي، شلونكم؟ شخباركم؟ إن شاء الله بخير. طبعاً أنا هسا وفيت بوعدي وراح أصور لكم أول بيت بهاي السلسلة. راح أسوي سلسلة أسعار البيوت وجولة بيها من الداخل ومن الخارج. طبعاً راح أسوي لكم جولة كل شيء، يعني الغرف، المطبخ، الأشياء اللي يحتاج لها، مضمونها، المهم كله راح أسوي لكم هاي. فهسا أول ما بديت هاي من الخارج، هذا البيت كلش كيوت وحلو. شوفوا حتى الدرايف ثرو هذا دا تشوفونه، يعني مسوينا زفت مزبتينا، وهذا هنا عندنا كلش غالي الصراحة. فالبيت كلش نظيف وحلو من الخارج. أنا افتريت قبل ما أصور لكم داير مدايرة، وهسا همينة دا أصور لكم مرة ثانية. طبعا هاي منا، هاي مال بريد موجودة، وهاي هنا هذا الجراج. الجراج كلش يعني نظيف وحلو، وخاصة هاي الغرفة اللي بيها جام كلش عجبتني، حبيتها يعني كلش. وهنا شوفوا شلون نظافة، هنا داير ما داير البيت، الأشجار، وهذا الفانس حاطين سياج، يعني مسيجين بين هذا الطرف وهذا الطرف بين الجيارين، وهاي الشجرة الحلوة الحمراء. طبعا البيت هذا الحلو البي انه الجراج اللي تفوت بيه السياره حاطين مسوين غرفه هنايا، تشوفوها كلش حلوه صغيره جنبيها، يعني هاي تصير هنايا انه تحطون زرعات مثلا شغلات، او احد يرسم يسويها مال رسم، او مكتب حلو صغير كلش حلو. هذا شوفوا هاي المكان، هذا همينه كلش، يعني طبعا الحديقه كلش نظيفه وحلوه. اقول لكم هذا البيت كلش كيوت وصغير، هناك مسوين باب. طبعا هذا سعر البيت 175,000 دولار. طبعا بالنسبة لهاي المنطقة كلش يعني زين، لأن هسا عندنا الماركت كلش عالي بهاي الفترة. طبعا دائما الماركت يعلى بالصيف، وهذا الموقع البيت هو بنورث تنوندا موجود، ويضمن 3 غرف النوم، وهو كل الغرف يعني تنجمع ويا المطبخ والهاي والغرفة مال القعدة 7 غرف. وهناية اكو ستور، الستور مالته 1.5، ومالته التاكس، هاي التاكس مال المدينة 897، وتاكس المدرسة 2129 دولار، والتوتل مالته كله 3726 تدفعون بالسنة هاي التاكس. اما اذا سألوني على سعر هذا البيت بهاي المنطقة كلش ممتاز، لان نفس ما قلت لكم الماركت كلش عالي. وهذا شكله من قدام نظيف، حتى الحديقة القدام نظيفة. راح امشي شوية لقدام، شوفوا هاي هناك اكو ملعب ومدرسة كلش قريبة عليه، وصاير هو على يعني بالنص 4 اتجاهات، شارع داير مدايرة منه هذا الشارع، هناك هذيك الموجودة مدرسة. بس أشوف لكم يعني الدائرة مدايرة البيوت النظافة، وهذا هو الشارع، ومكان كلش هادئ. شوفوا هذا هو 3 بيوت، وهو بالوسط، منا 3 ومنا 3 بس. طبعا هسه راح ادخل للبيت اصور لكم، انا صورته من الخارج كله، وهسه راح اصور لكم من الداخل. طبعا الباب اللي قداميه ساديها، بس من ورا نقدر ندخل، وطبعا شعلونا التبريد لان اليوم الجو كلش حار. وهسه اشوف لكم اياه كلياته واشرح لكم على البيت. هو يعني طابق ونص تقريبا، بيت كيوت صغير، وسعره كلش حلو بالنسبة لهاي المنطقة، وجيران مالته يعني زينين. وهو هذا الشارع 3 بيوت من هالجهة، وثلاث بيوت من هذيش الجهة، يعني كلش بيوت قليلة بهذا الشارع صغير، وصايرة منا مدرسة ومنايا يعني هو صاير بكل الاتجاهات 4 شوارع، يعني على كل الشوارع. المهم فهسه راح اصور لكم اياه واشرح لكم عنا. وي لازم ندخل هسه، الدنيا صارت كلش حارة، وشوفوا وياي. وهسه بدينا ندخل من هنايا. طبعا دائما يحطوا لكم هنايا الكي المفاتيح، واكو كود بالتليفون راسا، تجي بس يعني شلون سكان وينفتح لحاله، وينفتح واكو مفتاح تفتحون بيه الباب. فاول شيء من الدخول، بسم الله، هاي اول شيء اكو بابين منا، وهاي وحده ثانيه. طبعا هذا البيت كلش كيوت، يعني مال عائلة صغيرة.
بعدين البيسمنت نفوت له. مساحة البيت 1331 سكوير فيت. طبعا هذا البيت مبني 1946، يعني الأغراض مالته كلش قديمة، حتى الديكور مالته. طبعا اللي يشتري هو راح يغير بالديكور الألوان، فهاي يعني هم باقين عليه. هنا عندكم المطبخ، شوفوا هذا النيدا. طبعا أنا أشوف لكم حتى مالته. طبعا هذا طبعا هذا مو جرانيت، هذا شو يسمونه ما أعرف اسمه بصراحة بالعربي، هاي اليم السنك. المهم شوفوا المنظر من هنا كلش حلو، تغسلون المواعين وتباعون على هذا المنظر، كلش حلو. شوفوا هنا طبعا دائما لازم تتأكدون انه ماكو كراكس. فطور بالحائط، شوفوا هاي هنا تسوون الاكل وتجون تقعدون تاكلون، اكو عندكم اختيارين هنا وهناك. وهذا التبريد هنا اكو من جوا يم المطبخ، وشوفوا هيجي طبعا كلش حلو هو، بس انا اقول لكم يراد له تحديث شوية المطبخ. هنا عندكم ميزة الطعام، بعد شوفوا 4 اشخاص. طبعا هي قالت ام صاحبة البيت هذني كل الغراض يبقن، اكو هواية بيوت من عندهن انه الناس من تريد تبيع البيت تبقي الغراض ما تاخذهن، حسب يعني هو الشخص. هنا عندكم هاي القعدة، بالعراقي نسميه هول على ما اعتقد، او غرفة الجلوس. ما شاء الله شباك كلش كبير حلو، وهاي الباب الدخول من هنايا. حتى من هنايا المنظر كلش حلو، شوفوا حتى الغراض يعني كلش حلو ومتناسقة. طبعا تغيرون انتو الديكور. هاي الفتحة تقدرون تسدوها أو تفتحوها أو توخروها. طبعا نفس ما قلت لكم تنتبهون على الفطور اللي بالحايط، أكو من عدهن يعني يتصلحن وأكو من عدهن لا والله ما يتصلحن، فتنتبهون عليهن. شوفوا هسه هذا هنايا صغير مو هواي كبير، وهنا عندكم هاي تحطون بيها الجاكيتات مال الغسل اي شيء، يعني تقدرون تسوون بيه رفوف. اول ما تفوتون اكو غرفتين، هاي الغرفة الاولى هاي الغرفة صغيرة مو كبيرة، بيها شباكين، وهاي مساحتها كلها راح بالزاوية بالاخير حتى تشوفون المساحة مالتها. وهسه من تطلعون من عندها مقابلها اكو غرفة ثانية، هاي الغرفة اكبر من هاي الغرفة الاولى. وهنا الحمام عندكم صاير بالنص بين الغرفتين، هم نفس ما قلت لكم تنتبهون على الحائط. طبعا انا هاي دا اصور لكم اياها يعني اكزامبل، اذا تحبون هيجي شغلات راح اصور لكم هوايه بيوت واحط لكم المعلومات. اللي مهتم بهاي الشغلات خلي يكتب لي بالسكشن مال التعليقات حتى اعرف هذا الشيء واسوي لكم استمر، وان شاء الله اسوي لكم همينه لبيوت الاجار اسعارهن مكانهن منطقتهن. شوفوا هاي الغرفه، هاي الغرفة أكبر، هاي يسموها ماستر روم، يعني الأب والأم يعني غرفتهم على ما أعتقد، أو حسب يعني كل شخص هو يريد. هنا عندهم شوفوا على الديكور القديم، كل هذا كله قديم يعني لأن سنة 1946 مبني. هنا عندهم اثنين، شوفوا قديم يعني صراحة. المهم عندهم شباكين همين نفس الحالة. وهسه نطلع من هالغرفة ونروح. طبعا هم دائما يحطون كاربت على الدرج حتى البيت يدفئ أكثر، لأن عندنا الشتاء كلش قوي، بس ما أنصح بيه والله صراحة لأن كلش يعني مزعج بالتنظيف والصعدة. المهم أول ما تصعدون أكو هاي الغرفة الصغيرة، طبعا تصير هاي الغرفة الصغيرة مال أشياء تحفظون بيها الأشياء، يعني مثلا ملابس الشتاء، ولو احنا عندنا مخبوطة هناية ملابس الشتاء والصيف القلوب ما يشتعل، بس نظيفة حلوة مرتبة.
تعتبر مثل المخزن صغير. شوفوا هاي هنايا عندكم كراك، معناته الفونديشن مو ذاك الشيء. تفتح هاي عندكم من هنا التهوية مال الحرارة والبرودة، وهاي منا درج، وهنايا غرفة ثانية هاي يسموها آتيك. هاي الغرفة يعني تصير أوفيس، تصير غرفة مال أطفال اثنين، حسب يعني كل واحد يسويها. مدى ينفتح هذا هم مدى ينفتح. المهم شوفوا اكو شباك بيها، وهذا المنظر من ناية. صراحة حلوة، غرفة صغيرة حلوة، ها كله يصلح. هذا البيت كلش يعني انه مال 4 نفرات، وبالأكثير يعني اذا عائلة كبيرة ما اعرف، ما اعتقد تكفيها 6 نفرات او 5. هنا همينا شباك، وهسه راح ننزل ونروح على البيسمنت. وهسه راح ننزل على البيسمنت. البيسمنت صاير المادة الباب بين المطبخ والباب الخارجية. من بداية البيسمنت نظيف، وهنا عندكم مثل المخزن صغير. هاي أول غرفة، هيج الدرج نظيف مرتب. عندكم هاي هنايا حاطين شافت، يعني ذني المهم تحطون بيهن شغلات تخزنون. هم مسوي خشب وكلش يعني نظيف مرتبي. يعني صراحة أكو هواي بيسمنتات مو هيجي نظافة. عندكم هنايا اثنين مال غسل، تيدون تغسلون زوالي شي كبير تجيبون هنا تغسلو. هاي اول غرفة، هسه نروح على الغرفة الكبيرة اللي قدام. طبعا هذي مال بلياردو، قالت ام البيت انه يبقى البلياردو ما راح تاخده. اللي يحب البلياردو راح يستمتع. نفس عندنا وحدة بالبيت نفسها حاطيها. هنا حاطيكم هذني الشغلات مال البلياردو، العصايات والهاي، خوش مرتبينهم. طبعا هو بعد يترتب اكثر. جيبوني هنا في قعدات شي، صراحة كلش نظيف البيسمنت. هاي رحت على هاي الزاوية حتى تشوفون المساحة مالته. هاي همين هنايا تقدرون تسوونه مخزن، مثلا تحفظون اكل، قواطي، شغلات، هاي كلها هذا الشلط مالته كلش زين يعني. طبعا هسه هنايا تنتبهون على الفرنس. الفرنس كلش غالي صراحة، اسعاره تتراوح من 12000 دولار ل 18000، لازم تنتبهون. والسخان همينه يعني يتغيرن بين كل 8 سنين، كل 6 سنين، او كل 10 سنين حسب نظافته. والقاعية كلش نظيفة الصراحة. هاي تكرمون البوري مال التواليت همين نظيف. مزنجر عندكم هاي فوق السقف مغطي، مسوي له حاطي له عازل. عندكم هاي البيضة، هاي يسووها يحطوها يشغلوها على مود البيسمنت يظل ناشف ما يصير عنده رطوبة. وهاي كلش أنصح بيه يحطوها على البيسمنت. وهسه خلصنا من البيسمنت. نشوف بعد، ها أكو هنا همينة دروجة. هسه راح نصعد أشوف لكم البرة الجراج، اجيب المفتاح واروح اشوفه. طبعا هسه راح اطلع
واذا تحبون هيك فيديوهات نفس ما قلت لكم كتبوا لي بالسكشن مال التعليقات حتى اعرف، ولا تنسون باللايك والشير والسبسكرايب، حتى انه كل ما تسوي لي لايكات كل ما راح اني اعرف انه انتم عجبكم هذا الفيديو. شوفوا هذا الجراج، عندكم هناية مال الحديقة الأشياء، طبعا هذا تقدرون تنظفوه وتحطون السيارة بيه وقت الشتاء كلش يعني زين. هاي عندكم مال تكرمون الزبالة اثنين، تنحطن بيه سيارتين صراحة. هاي هناية كهربائي، الخشب كلش نظيف ومرتب. هاي الغرفة الأول بداية الفيديو شوفتكم إياها، خلنا ندخل. أوه حلوة، يعني أكو تقدرون تسوون هواي شغلات هنا بيها نفس ما قلت لكم، سووها أوفيس، سووها ما زرع، يعني بيت زجاجي، لأن أكو زجاج داير مدايرة فالشمس تدخله. جام هذا يعني مساحتها لا بأس بيها، حاطين هنا يهمينا. هاي كلها تقدرون تسووه تحطون زرع. وبعد شوف المنظر يخبل من هاي كلش حبيت. شوفوا كله زجاج حتى الباب. وهاي المساحة مالته صايرة الغرفة طولانية يعني بالطول. منه هاي الباب الثاني على الحديقة. طبعا هسه وصلنا لنهاية الفيديو، اتمنى يا رب عجبتكم الجولة، ولا تنسون باللايك والشير والسبسكرايب. ثانك يو، اشوفكم بفيديو ثاني.